كشف الرئيس والمدير والعام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي عن إتمام المراحل الأولى المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر بولاية وهران، مشيرا إلى بداية استقبال المعدات الخاصة بها من أجل تسليمها في أقرب الأجل. كما رأيتم الأشغال تسير على قدم وساق، الحمد لله. لقد أنجزنا المراحل الأولى من المشروع، حيث نسبة التقدم حوالي 69 إلى 70%، ولكن 30% المتبقية هي الحاسمة، هي المعدات. وبدون المعدات لا يكون هناك تحلية ماء. إذن نحن نستقبل المعدات رويدا رويدا، وسيكون التركيب إن شاء الله بطريقة جيدة حتى يتسنى لنا أن نكون في الموعد لكي نشغل هذه المحطة. كما أضاف رشيد حشيشي أن سوناطراك تقوم بالمتابعة اليومية من أجل إتمام المشاريع المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لليقظة المتعلق بمحطات تحلية مياه البحر. هذه المحطة تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي إنجازه أوكل إلى شركة سوناطراك. إذن نحن التزمنا باش ننفذ هذه المشاريع، والمتابعة هي متابعة يومية على مستوى الوحدات، وعلى المستوى المركزي، وعلى مستوى الرئيس المدير العام شركة سوناطراك، حيث هناك اجتماعات دورية شهرية لتعرض له جميع المحطات. هم 5 من الطارف، بومرداس، بجاية، تيبازا ووهران. هذه المحطة ستنتج إن شاء الله 300,000 متر مكعب يوميا، وهذه قد تلبي حاجيات حوالي 3 مليون من المواطنين، ولا شيء ليس بالهين. وإن شاء الله سنكون بالموعد.